احنا من ساعة واحدة بس كان الوضع في الميدان، والدكتور كان هناك، كان الوضع في الميدان كان هادئ، وتوصلنا الصبح لمبادرة تفض الاشتباك في شارع محمد محمود. مرة واحدة في ساعة واحدة سقط 500 جريح، 500 مصاب في ساعة واحدة. أيوة. وفوجئنا لدرجة ان احنا وجهنا نداء اصلا على موقعنا لكل اعضاء المرمى دلوقتي حالا قبل ما اجي. أيوة. وجهنا نداء على موقعنا على الفيسبوك لكل اعضاء ان هم ينزلوا يحموا اللي في التحرير، واللي يقدر يجيب معاه شاش قطن اي محاوله لاسعاف، لان الناس كانت بتتساقط بشكل ما حدش عارف يلحقهم اصلا. هل شفت ده بعينك؟ شفته بعينيا، والناس نقلت لي كمان بعد لما انا مشيت اللي اسوء من ذلك. وجينا نداء لكل اعضاء ان هم ينزلوا مباشره عشان يخلوا الجرحى، علشان يحولوا بين الامن وبين سقوط مزيد من الضحايا. فخليني بقى ارجع للتعليق. المشكله في ايه سيدتي الفاضله؟ عقليه فض الاشتباك غائبه عن الوضع اللي احنا بنحيا فيه. في اصوات عاليه من هنا ومن هناك، وفي طرف يعلم جيدا انه قادر على فك الاشتباك وفض الاشتباك في لحظه بعينها، لكنه لا يريد. بمعنى لا يريد بقى لايه؟ لامور كثيره جدا. لا يريد لايه؟ لامور كثيره جدا. خليني برضو اقول نقطه من النقاط المهمه اللي يمكن سياده اللواء انا عارف ان هو بعد كده هيعقب عليها. المشكله يا دكتوره هاله، وانا اكره تكرار نفسي، ذكرتها قبل كده بس خليني اقولها برضو في هذا المكان. مشكله نفسيات. لا زالت الداخليه تتعامل مع الشعب المصري على انه لم يبلغ بعد سن الرشد. لا زالت تتعامل مع الشعب المصري ان يلا بقى يا اولاد انتوا عايزين ايه عشان تطلعوا من التحرير. لا زالت بتتعامل بالعقليه القمعيه، وده يظهر في اكثر من صوره، منها صوره الضابط اللي بيضرب على عين الولد واللي جنبه بيقول له الله ينور يا باشا انت كده جبتها في عينه. ده ما ينفعش نخرجه بره سياق الناحيه النفسيه. لا زالت نفسيه الداخليه، ولا زالت نفسيه برضه كثير من القاده العسكريين، ان هو اللي فوق اللي هو المفترض عشان يفض الاشتباك يقمع ويزداد في القمع ويزداد في ضرب المتظاهرين، وبكده المشكله هتتحل. تقابله نفسيه اخرى في الميدان اللي هي نفسيه ايه؟ بمنتهى البساطه، ودكتور شادي هيقفلني على ذلك. الشباب اللي في الميدان اصبح لا شيء عنده اكثر من ذلك يخسره. بيتحول بالمعنى او بالمصطلح الامريكي الى لوسر، خاسر، ما عندوش اي حاجه تانية ممكن يبكي عليه. نفسيه زي دي محتاجه احتواء يا سيدتي الفاضله، محتاجه احتواء. المجلس العسكري كان امامه، والى الان انا زلت مصر ان امامه فرصه تاريخيه انه يحتوي جميع من في الميدان، يعاملوا اللفظ ده مش لفظ انا بستدير بيه مشاعر، يعاملوا بالرفق اللي ينبغي في الحاله دي. المشكله ان بيقابل فعل شاب، وانا ما بقولش ده صح، شاب القى طوب على وزاره الداخليه، ده مش صح، ده مش صح. انما يقابل هذا الفعل برد فعل غير معقول، رد فعل يفوق الخيال، بيضربه بكل ما يمكن تخيله من قوه غاشمه. الفعل لازم يقدمه رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. رد الفعل ده غير مبرر الوحشيه، دي واحده. الثانيه، طب لما احنا بنتكلم على القله المندسه، انا واثق ان مفيش حد هنا ما بيقولش ان في قله مندسه، مفهوم. لا، في بس هنقعد نقول في قله مندسه، حد الشريط، حد الشريط، في قله مندسه. أيوه. صحيح. طب هيك شوف، وشفنا بعيننا. ده انا هقول لك بقى، ده انا هقول لك الاكثر من وريل 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 امبارح وريل امبارح في رابط امن دوله. اتفضل انزل انزل بالشريط. اتصلوا بيا اصحابي قالوا لي تعالوا على التحرير، هنعمل ايه؟ قالوا لي تعالى بس ايه؟ هنجيب ايه؟ طب اتصل باجازه النيتوف ونروح ايه؟ التحرير. فجيت معاهم فقعدوا يحدفوا على العساكر يحدفوا، فانا ببص لقيت القنبله بتاعت مثيره للدموع دي اتضربت، رحت داخل وقع في الارض. فجيت ايه؟ لما فوقت شويه رحت طالع فوق السور بتاع المدرسه عشان انزل الناحيه التانيه واروح، الشرطه راحت مسكاني. طيب. ده صور؟ لا بقى انا عايز اقول لحضرتك، انا معاك اهو. معلش لا معلش معلش، عايز اكمل كلامي. لا ده عندي 20 واحد كده. دكتوره ما انا هقول لك، اعترفوا قدام الدكتوره. دكتوره لا معلش اكمل بعد اذنك. وفي ناس انا قلت لك ان في اعترافات انه بياخدوا فلوس. سيدتي ما قلت لك ان في، ده انا حصلت لك اكثر من كده. انا قلت لك ان في، اكمل كلامي. صور الاجانب مين دول؟ اكمل كلامي. جيب صور الاجانب. انا مختار مين دول يا شادي؟ على اعتبار كل من يطلق سلاح وكل من يطلق رصاص هو الشرطه المصريه. انا عارف منين دول حضرتك. المولوتوف مين الاخ ده؟ مين الاخ الخواجه ده؟ اسمه تآمر خواجه. هناك طرف ثالث. مين ده؟ من حضرتك النهارده معروض عليهم، معروض عليهم جرايد الحكومه، جرايد الحكومه معروض عليهم يا حبيبي. لا اوعى عليهم، اوعى عليهم. حط نفسك في النار مع اي مدمن. تآمرين على مصر.
قادرين على فرز المواقف. يعني واحدة يا جماعة معلش شادي يا ابني في النهاية وانا بقول لكم افصلوا مواقفكم السياسية عن مواقف السياسية للمجلس العسكري ادرب المرحلة التقرية واخد انا ارضي لا لا المجلس ليست المجلس يعني احنا نشارك مع بعض نسمع الاستاذ بكار وبعدين سابقوا لواء لان واضح ان عنده كلام كتير بس انا قبل ما حضرتك تستكمل انا عايز اقول اهو في جوازات سفر والله هقول لك اتفضل هقول لك حاجه كل اللي ما ينفعش انا عندي الناس التحرير دول مش تحرير دول مش تحرير هم حاجه انت في ايدي خفيه هم متامرين على مصر مفيش ايدي خفيه احنا بنضرب الماء الشرطه علشان لما بتيجي تتكلم انتوا سواق انتوا عمركم ما ضربتوا حد ولا شلتوا بندقيه وضربتوا حد ولا عمركم شلتوا كره نار وضربتوا بيها حد ولا دخلتوا على عمارة عشان تحرقوها انتوا سواق اشراف واحرار يا شادي افصلوا المواقف افصلوا المواقف وفضل الراي العام اتفضل يا استاذ بكار خلينا نكمل والاستاذه سكينه عايزه جزء من المشكله جزء من المشكله فعلا ما ينفعش جزء من المشكله عدم الثبات الشعبي يعني الكل يمشي في اتجاه واحد يعني كله كده يمشي مطلوب ان كلنا نقول نفس الكلام هيخون حد جوه التكوين انا ما اقدرش افصل المواقف واحد هيخون حد جوه شادي فصل المواقف شادي يعني ايه الصور ايه الراجل ده اللي بتقوله ان احنا ما بنكلمش ولا احنا ما بنكلمش ده انا ما اعرفش بتصور فين ما تجيبليش حاجات المصادر الرسميه ابني يبقى هو اللي بيحرق اي مكان ابني واقف معاك في التحرير ابني سائر لكن غيره متآمر انا ابني كل موجود معاك التحرير مش كله كل من في التحرير مش كله عايزين نسمع كبرى على مصر في هذه اللحظه عايزين نسمع عمارة كبرى انا عايزين نسمع بقى اتفضل استاذ بكار وبعدين سعاده اللواء وبعدين نرجع تاني لشادي عشان انا عارفه ان هو جزء من المشكله استاذ شادي خلينا مع بعض اتفضل جزء من المشكله هو عدم الثبات الانفعالي عند الكثيرين بمعنى اللي بيسمع دلوقتي نبرة المستشارة مع كامل الاحترام لها هو بيهيج في انفعالاته جدا يا إما مع يا إما ضد الوقت الآن مش وقت هيجان الانفعال وقت توجيه الانفعال للخروج من الأزمة بمعنى اديني فرصة بمعنى أنا هقسم لحضرتك الوضع في التحرير عشان أهيلك هذه المسألة اللي في التحرير اللي جوه التحرير أنا لفيتهم من أول لغاية أخر وشبابنا موجود من يوم السبت هناك اللي في التحرير شباب سائر بالفعل طبعا تعالي لشارع محمد محمود اللي فيه وزاره الداخليه هقسمه لك قسمين قسم في الطليعه انا وشادي وكل اللي موجودين هناك ما بنشوفهمش الا نادرا بيطلع يضرب ضربه او يشعل موقف بس اديني فرصه كامل ويشعل موقف وبعد كده يتراجع القسم الثاني انا قلت لك اللي في المدائ في اللي محمد محمود قسمين القسم اللي وراه شباب نفسياتهم عامله ازاي بقى منهم الموتور اللي طار اصلا مع الداخليه الطار ده يا اما كان يوم السبت ان اخوه لقى جنبه بيقع فاصبح كل همه الان ما تكلميهوش بلغه عقل الان انا بشرح لك نفسيته ما بقولش صح ولا غلط اصبح كل همه الان انه ياخد بطاره ايا كان اللي قدامه من الداخليه او شخصيه شافت ان الضربه اللي ضربت دي قوبلت برد فعل همجي فاصبح الموضوع طب يلا حرب بقى واحد قصاد واحد او واحد ثالث كان شايف ان هي اصلا جدعانه وان اللي موجودين في التحرير طالعين عشان يضربوا الداخليه ما بقولش ان ده صح بقول ايه العلاج بقى اللي احنا بنحاول نعمله الان وبنطالب بيه المجلس العسكري الان واضطرينا للاسف النهارده وقع مننا اصابات كثيرة عشان نعمله المنطقه العازله يا سيدتي الفاضله في البلد استخبارات قادره تمام مش احنا كشباب بنعرف بس الواد ده يبقى شكله باين كده ان انت مش مظبوط فبنعرف نجيبه الاستخبارات ادي 10 مرات تعرف تجيبه زي ضابط امن الدوله اللي اتمسك امبارح دي الناس اللي ارتبت فيه فما بالك باللي هو اقدر مننا عشرات المرات على انه يتقصى حقائق ويعرف انت بالذات بتولعها بس الشرطه قالوا انه ده مالناش دعوه لا هكمل حضرتك بره منها لا هكمل حضرتك هو من امن الدوله من الشرطه بعد ثوره 25 يناير هو ضابط شرطه للاسف وكان معاه اسلحه داخل الميدان وداخل على انه يغتال شخصيات معينه فعايز اكمل حضرتك ما بين نقاء الثوار ما بين نقاء الثوار لان البعض يحاول ان يقلل وما بين استغلال طبعا وترك هذا من اجل دكتورة هالة عشان عقبال ما يجي علينا الدور تاني انا عايز بس اقول لك حاجتين صغيرين وخلاص اتفضل الحل بقى للوضع بتاع محمد محمود حاجتين بنحاول دلوقتي نخلق حاله من الوعي عند شباب التحرير نفسهم بحيث تحول مجتمع التحرير
وتحول جمهور التحرير الى جمهور شديد الوعي شديد الترابط قادر على لفظ اي واحد يخرج عن هذه المنظومه. اكتر من شاب نكلمه ونربط معاه اللي تشوفه مسك مولوتوف او بيعمل حاجه هاتوا انت عزك الله لان ده لازم يتقال على التلفزيون هاتوا انت من قفاه اعمل انت بقى مجتمع التحرير اللي قادر على انه يثبت للعالم كله ان البلطجي انا بعرف اطلعه صحيح. وما تعاملنيش وتحطني في نفس السله. والحل الثاني بيد المجلس العسكري لابد من اخلاء شارع محمد محمود من منظر الداخليه. اصبح الوضع الان شديد الالتهاب الداخليه الان بتثير الناس. اخلي شارع محمد محمود من الداخليه وتواجد انت كجيش. لا زال الناس بتوقر الى حد كبير جدا 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 ضباط الجيش اللي شافوهم يوم الثوره واللي شافوهم في ميدان التحرير. اخلي يا سيدي الفاضل شارع محمد محمود حط فيه دبابتين حط فيه اسلاك شائكه في اوله وفي نصه اعمل منطقه عازله. ده هم اساتذتنا في الكلام ده تقدر تعمل منطقه عازله تفض الاشتباك. الشباب اللي في التحرير هيهدى. اليوم اللي وراه هتعمل انت لجنه تقصي حقائق مستقله مش باشراف وزاره العدل. معلش مش فاهم ده ايه وهم عمالين نازلين فيهم قنابل في التحرير. انا بقول لك اهو يعني ما انا كمان مش بقول لك هنوقف الضرب. بقول لك يوقف الضرب وليه الضرب مستمر وليه التحرير ذنبه ايه؟